الوقت اللي باش نجاو الاجتماع ديال باش ما نرضوا عليهم. السيد ممثل المركز الوطني للدراسات العسكرية. السيد حسن بهلول ممثل. قال لا الستة هذوك بقاو يشوفوا جماعة. قالوا نبداو. الاجتماع ترى يوم الحد 25 جويلية. بيدوش مراد اس اول فوت كشفي. هذا اليوم 22 واحد. في الحقيقة كانت 21 واحد. الاسم الانسان اللي استقبلناه في الدار اسمه فلان قال يولي 22. هذه هي المنبع نتاع الثورة. اجتمعوا هنا في هذيك بكري لاروي واسمها لاروي نيميرو 3 سيتينادور. سيتينادور الحي. والحومة بكري ما نقولوش المدنية، احنا اليوم نقولو كلوسالون دي بكري مشهورة. الرئيس الياس دريش، انا يطلع الرئيس خاطر كان رئيس كشفي. هو كان المنزل، كان المنزل تاع العائلة تاعو. مي هذاك الوقت مثلا الموقف اللي خداه موقف تاريخي، خاطر كون كانوا يحكموهم كامل كانوا يحكموا كاع البعث لوس اللي كانوا ريشارشي، كانوا معناتها العائله تاعو تروح والدار يروح ويروح